استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور خالد علي الفاضل، حيث قدم لسموه حفظه الله الطالبة فاطمة منصور قراشي والطالب ماجد خالد المنيفي، وذلك بمناسبة حصولهم على جوائز دولية ومراكز متقدمة في عدد من المسابقات، بالإضافة لتفوقهما في مدرسة الموهبة والإبداع التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. هذا وقد هنأهما سموه على تفوقهما، كما حثهما على مواصلة المثابرة والاجتهاد خلال عملية التحصيل العلمي والتزود بزاد العلم لما فيه الخير للوطن الغالي، متمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح.